أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعله الوارث منا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى طالباتي. نكمل اليوم درس الإيمان بوحدانية الله تعالى. وقد توقفنا عند المقتضى الثالث أو المستلزم الثالث من مستلزمات التوحيد، وهو الإيمان بالأسماء والصفات. الإيمان بالأسماء والصفات هو النوع الثالث من أنواع التوحيد أو مستلزمات التوحيد، ويعني الاعتقاد الجازم بأن الله متصف بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقص. وبالتالي من مقتضيات الإيمان بهذا النوع من أنواع التوحيد أن نؤمن بصفات الكمال التي أثبتها الله لنفسه عز وجل في القرآن الكريم، بالإضافة إلى التي أثبتها وذكرها النبي في الأحاديث الصحيحة. إذن هناك أسماء وصفات لله في القرآن الكريم كالسميع والبصير والحكيم والقدير وغيرها. وقد روى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا قال فيه: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر ويحب الوتر. معنى الحديث أن لله 99 اسما من أحصاها، أي من عدها، من عمل بها، من دعا بها، دخل الجنة، وإنها وتر، والله يحب الوتر. الوتر معناها المفرد. هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الحديث يعتقد البعض أن أسماء الله الحسنى هي 99 اسما، وهذا غير صحيح. فأسماء الله الحسنى لا يعلمها إلا هو عز وجل. وقد روى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا آخر يؤكد هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. والدلالة هنا في الحديث أن هناك أسماء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ودائما بناتي الأرقام في القرآن الكريم أو في الأحاديث تدل على الكثرة ولا تفيد الحصر. ولا بد في الحديث هنا عن الأسماء والصفات أن أيضا نفرق بين الأسماء والصفات. لله أسماء تدل على ذاته، وهي كلها صفات كمال كالحكيم والعليم. وهنا أما هذه الأسماء، إذن الأسماء هي كل ما يدل على ذات الله. أما الصفات فهي النعت الكامل القائم على ذات الله كالحكمة كالعلم. فالاسم يدل على أمرين، الصفة يدل على أمرين، والصفة تدل على أمر واحد. إذن الصفات أوسع من الأسماء، لأن من صفات الله عز وجل الغضب مثلا، أو النزول في الثلث الأخير من الليل، وهذه الصفات ليس لها أسماء. إذن الأسماء كل ما يدل على ذات الله، الصفات أوسع من الأسماء لأن الصفات تأتي بأمور لا يمكن أن نشتق منها أسماء، والاسم الجامع لكل هذه الأسماء هو الله. إذن الأسماء أي ما يجمعها، الاسم الجامع لكل الأسماء، أسماء الله الحسنى، هو اسم الله. وسميت الأسماء حسنى لدلالتها على أحسن مسمى وأشرف مدلول. إذا المستلزم التوحيد الثالث أو نوع التوحيد الثالث هو توحيد الأسماء والصفات، ومعناها الاعتقاد الجازم أو الإيمان بأن الله متصف بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقص. نؤمن بالله دون أن نشبهه بأحد من خلقه، نؤمن بالله دون أن نجحد أو ننفي أحد هذه الصفات، نؤمن بالله دون أن نحرف هذه الصفات. تحريف الصفات يكون بالزيادة أو النقصان.
وأيضا نؤمن بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أيضا دون تكييف. معنى التكييف بمعنى أن لا يتعين علينا معرفة كيفية هذه الصفات أو إثبات كنهاها كوجه الله أو يد الله. طيب، عندما يخطر ببالنا يعني أن نحاول أن نصف الله سبحانه وتعالى، يجب أن نقتنع تماما أن هناك أمور غيبية عقلنا قاصر على فهمها وقاصر على الوصول إلى كنهها، وبالتالي من العبث التفكير بها. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء أنه الإنسان عندما يخطر بباله كل هذه الأمور الغيبية التي لا طائل ولا فائدة من التفكير بها، أن نقول آمنت بالله وبما جاء من عند الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء به رسول الله على مراده. إذا آمنت بالله على مراد الله، أؤمن بالله كما ذكر عز وجل في كتابه وكما ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. هذا بالنسبة للإيمان بالأسماء والصفات. وما يترتب على هذا النوع من الإيمان التوحيد أن ننزه الله سبحانه وتعالى عن الزوجة وعن الولد وعن الشريك، وأيضا نؤمن بعدم إمكانية إدراك حقيقته عز وجل، فلا نسأل عن حقيقة الصفات كما ذكرنا لأن العقل لا يمكنه الإحاطة بها. أخيرا نرد على منكري وحدانية الله. طبعا صفة الوحدانية هي من أهم صفات الله تعالى، صفة الوحدانية هي من أهم صفات الله تعالى، فهو واحد لا شريك له. وكما ذكرنا في مقدمة الدرس أن الرسل أرسلوا للناس لتأكيد هذه الصفة لله عز وجل ونفي التعدد عنه، وأن كل ما في الكون ينطق بوحدانيته عز وجل، إلا أننا نجد من ينكر هذه الوحدانية. وقد سطر القرآن الكريم قوله تعالى مقالته، فقال عز وجل أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدا، استنكروا أن يكون الإله المعبود هو واحد، وقد اعتادوا أن يكون لهم عدد كبير من الآلهة، إله في البيت وإله في العمل وإله في السفر وإله من حجر وإله من تمر وإله من طين وهكذا. وكما ذكرنا في قصة عمران بن الحصين الذي كان يعبد سبعة من الآلهة، ستة في السماء وواحد ستة في الأرض وواحد في السماء. إذا استنكار ورفض من الكفرة أن يعبدوا إلها واحدا، ورغم أن الأدلة العقلية كثيرة على أنه لا يمكن أن يكون هناك آلهة متعددة، لأن ذلك يؤدي إلى فساد الكون. فلو كان هناك إلهين فرضا لكان أحدهما قوي وكان الآخر ضعيف، ولا كان الضعيف مضطرا لمساعدة القوي، وبهذا الضعيف لا يستحق أن يكون إلها. فمن هنا لا، العقل يرفض وجود آلهة متعددة، لأنه لو كان هناك آلهة متعددة لفسد الكون، وهذا لم يحدث أبدا. وكلما زاد الأمر زادت عدد الآلهة، لو افترضوا ذلك أو نتحدث عن مقولتهم، لو كلما زاد عدد الآلهة زاد الفساد في الكون، وهذا لم يحدث أبدا. قال تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. هذا الدليل هو دليل يخاطب العقل أنه لو وجد إلهين مثلا لأدى ذلك إلى فساد الكون، لأنه لا بد أن يحدث خلاف ونزاع بينهما، فيعلو أحدهما على الآخر فيغلب الأقوى الأضعف، عندها لا يكون الأضعف إلها يستحق العبادة.
وأخيرا عزيزاتي، يعني دائما نسمع في من المخترعين والمكتشفين ما يسمى ببراعة الاختراع وبراعة الاكتشاف، وبالتالي لم يدعي أحد من البشر أنه خالق للأرض أو خالق للسماء. الله وحده عز وجل الذي قال أنه هو الخالق، وبالتالي عدم وجود ند ومكافئ للنبي لله عز وجل وبخلقه وقدرته عز وجل، هذا دليل من الأدلة، بالإضافة إلى الأدلة العقلية التي ذكرناها، وهي أن الكون وعدم فساده وانتظامه وحركته الدقيقة دليل على وجود خالق واحد لا إله إلا هو. أخيرا طالباتي، هناك آيات من سورة النمل تتحدث عن مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى وأدلة وحدانيته عز وجل في قوله تعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، إلى آخر الآيات. أود منكن استخراج 3 أدلة على وحدانية الله. أولها المذكورة فيما تلوت: خلق السماوات والأرض، الإنبات وإنزال المطر، أيضا الأنهار والجبال وغيرها من الأدلة على وجود الله تعالى. إلى هنا ينتهي درسنا، وأتمنى لكم الفائدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.